أشكر كل الفريق كمان يفوت وأشكر لي أورغانيزا تورنوا تكتيك جدا وإن شاء الله نجيبو لها تفيف كناري الكوب عندنا فرقة شابة هتلعب ما ديناهاش إن شاء الله العام جايين الديوان تحو البريمير إن شاء الله هيا عندنا فرقة شابة لي زاتيرو غارديا ما شاء الله براهم ديفونس مليح وسط الراجدي لاطاك مغربي الحمد لله عندنا فرقة شابة الحمد لله كانت الدورة ناجحة 100% على حساب كل الفرق الحمد لله الهدف الأول اللي جينا على جاله هو إخراج هذا البراعم من قوقعة الامتحانات والمشاكل الصحية اللي صارت في الجزائر وفي العالم الحمد لله جينا كذلك من أجل الوقوف على هذا الفريق والأكاديميات من أجل التقنين ما يمكن تقنينه وما يمكن تصحيحه في المستقبل القريب المستوى تاع الأكاديميات ولا الكومبورتمون كامل تاع الأكاديميات كان جد متقارب يقعدوا أطفال يقعدوا يربحوا ويخسروا لازم يعبروا على لازم يبدعوا باللعب تاعهم هذا مستوى كان جد راقي فزتو في الدوزيام تور تاع المستوى التقني تاع اللاعبين يعني مواهب شابة يعني نورمال يتخلوا فيهم أن المركز راه نظم طبعة ثانية لكن هذه الطبعة شهدت مشاركة عدة فرق من عدة ولايات الوطن شوفوا من الشرق الجزائري من الغرب من الصحراء وحتى من الشمال الدورة كانت فيها 16 فريق كانوا منقسمين أربع مجموعات لتأهلوا منهم فريقين إلى الدورة الربع النهائي ثم شاهدنا نصف النهائي والنهائي وكل شيء الجميل في هذه الدورة شهدنا فرق يعني اللي جاتنا من كما نقولوا مثل فريق عنابة اللي جانا من الشرق الجزائري بالمناسبة نشكر كل هذه الفرق اللي جات شاركت في هذه الدورة ومن هذا المنبر أيضا نعتذر لكل الفريق اللي ما كانتش لها الفرصه باش تشارك في هذه الدوره لانه الاماكن كانت محدوده لكن وعدهم بانه راح تكون طابعات اخرى اللي راح تكون لهم الفرصه باش يشاركوا فيها لانه من الاهداف الرئيسيه للمركز هذا اللي تحت وصايه وزاره الشباب والرياضه هو تشجيع الرياضه وخاصه الجمعيات الرياضيه وحتى الشبانيه من اجل النهوض بهذه المواهب لانه كان يعني شعار الدوره ايضا هو اكتشاف المواهب الشابه ويعني الدوره شهدت يعني مواهب شابه يعني كبيره كانت يعني فنيات وحتى يعني كما نقولوا ماده كبيره اللي يقدروا ونستغلوها في الرياضة الجزائرية وإن شاء الله راح تكون مستقبل الكرة الجزائرية بإذن الله أوكسيومتر أسبيسون مقياس الأكسجين والنبض باستخدام الأصبع ضروري خاصة لمرضى الكوفيد 19 شاشة كبيرة لقراءة سهلة ومريحة العلامة السويسرية متوفر في جميع الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية DMCM المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زر صفحتنا على الفيسبوك